تمريره رائعه من السياكه لعبد الرحمن. عبد الرحمن عرضيه خطيره، يا سلام يا سلام. ديالو يسجل اولا ويتقدم بالامبراطور. هذا المهاجم الصغير، هذا الشاب، هذا اللي يجد الفرصه بعد ان اصيب او طرد شانكلاي ليقدم اوراق اعتماده. قدم اوراق اعتماده. مصائب قوم عند قوم، فوائد ديالو اللي وجد نفسه في التشكيله الاساسيه، تشبث بالفرصه، اثبت للكل بانه كان يستحق انه يكون موجود دائما اساسي. نعم، هذه كره عبد الرحمن صالح ونيل جوناتاس. جوناتاس سددها لكن الكره تبعد، عادت الى إيريك. إيريك يسدد، يا حبيبي يا بندر، يا سلام بندر لحبابي، يسجل ويحتفل على طريقه مبابي، يسجل ويحتفل على طريقه مبابي. الاحبابي يسجل ثاني اهدافه مع نادي العين. اطلقها صاروخيه بعد تسديده رائعه من جوناتاس، كسرت سوء الحظ اللي لازم العين، سجل التعادل. الزعيم يعود مره اخرى، يتمسك بالامل مره اخرى، يعيد الامور الى نقطه البدايه ويجدد اماله، يجدد اماله، يجدد احلامه، يتمسك بالامل ويبقي الامور في ارضيه الملعب. حتى هذه اللحظه اصبحت النتيجه 1-1. بندر الحبابي يسجل هدف التعادل، ويا له من هدف، يا له من هدف. تسديده رائعه من بندر، راحت في زاويه مستحيله صعبه على حارس المرمى خالد. الثنائيه الاولى له في هذا الموسم، الكره الثابته. بندر تقدم لها، بندر، يا بندر، يا سلام يا بندر. يعشق مواجهه الامبراطور، يعشق مواجهه الامبراطور بندر الحبابي. هنالك اشخاص هم الامل بذاته، هكذا هو بندر، هو امل العينويه اليوم، هو حلم العينويه اليوم. يجدد لهم الامل ويسجل الثنائيه الاولى له في هذا الموسم. ثنائيه رائعه من كره ابتب، من تسديده راحت صاروخيه في شباك نادي الوصل. الكرات الثابته كانت هي الحل. بندر الحبابي يسجل التعادل. ليما الفهد الوصلاوي، ليما وضعها، ليما سجلها، ليما مدير السعادة، مدير السعادة للإمبراطور الوصلاوي. الوصل يعود وهو بعشرة لاعبين، وليما حتى هو في أسوأ حالاته يسجل، حتى هو في أسوأ حالاته يسجل من نقطة الجزاء، يعيد الأمور مرة أخرى إلى نقطة البداية. أصبحت النتيجة جوناتاس بالمهارة، يحاول جوناتاس بسرعته، جوناتاس عرضية من جوناتاس، والكرة للشباك، سجل العين الثالث. الزعيم يعود مرة أخرى، الزعيم يعود مرة أخرى ويتقدم بالنتيجة، يتقدم بالنتيجة. أصبحت 3-2 من أجل استعادة الوصافة، من أجل المركز الثاني. الزعيم يسجل ويتقدم ب3-2. للزعيم هيبته يتفوق الآن ويعود ويتقدم بعدما تعادل 2-2.